الصالة. التواصل يستمر والأشواط تتوالى في أرضية ميدان المرموم. شوطي ختامي مساء هذا اليوم تعلن انطلاقته قبل قليل بحفظ الله ورعايته. الشوط الثاني عشر، الشوط الخاص بالذلل الأصايل، المهجنات التي تنطلق في الثمانية كيلو متر حاملة كذلك تحديات الناموس والفوز. انطلق الشوط بهذه الشعارات، انطلقت الأمال مع المشاركين في هذه التحديات وهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. بدأت الأمور وبدأ شوط الختام، بدأ ختام المسك في هذا الانطلاق. نتقدم إلى المركز الأول والحذرة، الحذرة على رأس حربة هذا الشوط. خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي على المركز الأول، بينما المركز الثاني نجلة تأتي في المركز الثاني. يتقدم محمد بن دحبة بن صقوح العامري، يقدم المركز الثاني والمركز الثالث. وصلت له هناك بن شوف، هذا شعار علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري، يتقدم في هذه اللحظات مع بحور بينما هناك التواجد شعار يحارب بن مغير العميمي الشايب اللي تتدخل. المركز الخامس في هذه اللحظات وخامس المراكز خوفة في المركز الخامس، هيل بن قنزول بن حمرور العامري في المركز الخامس. المركز السادس وصلت للزعفرانة سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي في المركز السادس. المركز السابع، هذه السابع الواصلة محمد بن سهيل بن عويضان العامري. المركز الثامن تقدمت فيه نجود عبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري. المركز التاسع، هذه من تقدمت في تاسع المراكز ووصلت برزمان وحمد بن محمد بن سالم الوهيبي الغادمة من السلطنة ومن برزمان في المضيبي. المركز العاشر، هذه العاشرة وتقدمت مشاهدينا الأعزاء شعارك سعيد بن سهيل بن دري الفلاحي، يقدم طليعة في هذا الشوط وفي هذا المسار. هذه العشر المراكز الأولى، وياما من الشعارات، من الأصايل اللي قدمت إنجازات، من الأصايل اللي حضرت في هذا المساء بالإنجازات الكبيرة وبالتحديات وبالتوقيتات الذي تأتي في هذا المساء. ومنهن منشوله اللي قدمت التوقيت الأفضل 12 دقيقة 19 ثانية في هذا المساء، حمدان بن حمد بن راشد بن غدير. وتنحدر من سلالة شاهينية عريقة، سلالة مشاكل، وكذلك من المزاد الشخصي، شرية المزاد الشخصي، مزاد المرموم الشخصي. هذه منشولة صاحبة أفضل توقيت في هذا المساء. وسلام يا مرغم، سلام بهذا الاندفاع والانطلاق، أسماء عملاقة وتوقيتات جميلة وتحديات رائعة حضرت في المرموم. نعود إلى مسار الشوط، نسير مع المركز الأول اللي انطلقت بالمقدمة وقادة الشوط بحمودة. يتقدم علي بن حمود بن علي الظاهري، يسير مع المركز الأول مع بحور الأصالة، مع بحور التنافس. علي بن حمود بن علي الظاهري يتقدم مع المركز الأول، الشايبة في المركز الثاني، وحارب بن مغير العميمي يتقدم بوسلطان مع
معركة في شوط المعركة في شوط الختام، معركة في المركز الثاني، وحارب بن مغير العميمي يتقدم بوسلطان ويتابع معركة في هذا المسار. المركز الثالث الحذرة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يتقدم في هذه اللحظات في المركز الثالث. المركز الرابع، رابع المراكز من تتواجد فيه نظرة 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 اللي انطلقت في هذه اللحظات، أو نجلة، هذه نجلة محمد بن الدحبة بن صقوح العامري يتقدم في هذه اللحظات، بينما رعي دريبح وشعاره الحاضر والمنافس بقوة في هذا المساء يتقدم على المركز الرابع. المركز الخامس من الجانب الآخر، دخول وأسماء وشعار شوط الختام، ولكن جميل بالأسماء في هذه اللحظات تقدمت، هذه اللي هي نظرة نظرة حمود بن هدوب بن سعيد العمري تتقدم في هذه اللحظات على المركز الخامس. المركز السادس رعي دريبح، المركز السابع بالأصري تقدم شعارة بالأصري الشامسي، أما المركز الثامن يا سلام بن عويضان شعارك يا بن عويضان، وبرزمان في المركز التاسع حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، وبن خيرات بن خيرات أهالي القطاع الجنوبي، وهذه هزر، هذا هزر بن خيرات في هزر اللي تنطلق سهيل بن خيرات بالدوده العامري يتقدم في هذا الانطلاق. وهنا كم وهنا كم من المراكز من المراكز خلف العشر، كتلة كبيرة وأسماء متقاربة، ولكن نعود إلى الثنائي، نعود إلى الثنتين اللي ينطلقن في ختام مساء هذا اليوم، في ختام مساء هذا اليوم. فانتقالتنا بالنسبة لأبناء القبائل من بعد اليوم إلى الختام الرموز، ولكن الصباح الباكر والفترة المسائية هجن أصحاب السمو الشيوخ. أما بالنسبة لأبناء القبائل، أنت بعد هذا الشوط إلى يوم السيف، إلى يوم الكيف، إلى يوم الختام. الله يا مهرجاني ولي عهدي دبي، الله يا مهرجاني فزاع، الله يا مهرجان، إن شاء الله أنه يعود على كل عام هذا المهرجان، هذا المهرجان وراعي هذا المهرجان بصحة وعافية وسلامة. يا سلام، نعود إلى المراكز الأولى، نعود إلى الانطلاق الأول مع شعار بن حمودة، مع شعار بن مغير العميمي، نتقدم مع المركز الأول، ولا زالت بحور علي بن حمود بن علي الظاهري، ومعركة معركة مغير بن حارب بن مغير العميمي يتقدم في هذه اللحظات على المركز الأول، على الانطلاق الأول يتبادلنا المقدمة. وهنا تتواجد الحذرة، الحذرة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي وهالي جميرة غادمين على المركز الثالث، المركز الرابع. شوف اللي وصلوا من الجماعة، يلا يلا يلا، الغدوم الغدوم في هذا الانطلاق. وهذه المها، هذه المها، موسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى صاحب ومالك الذي قدم في الشوط الأول في الزمول الفوز والناموس في المحليات في الزمول، يقدم هذا الشعار. شوف الوصول، وصلت الظبي بن خويت محمد بن خويت العامري يتقدم في هذه اللحظات، وبن حمودة بن حمود الذيبة علي بن فري بن حمودة الظاهري يتقدم في هذه اللحظات.
نعود إلى المراكز الأولى، نعود إلى اللي يرن الشوط، اللي يسحبن الشوط من بدايته من بدايته. معركة 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 معركة. مغير بن حارب بن مغير العميمي يتقدم بوسلطان، يأتي بالمركز الأول حتى هذه اللحظات في شوط الختام ليسدل الستار على سباق مساء هذا اليوم. المركز الثاني لا زالت المحاولة من بحور علي بن حمودة بن علي الظاهري على المركز الثاني. 1200 ولوحة الإعلان، لوحة الإعلان. المركز الثالث بن رشيد مع الحذرة، حذاري 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 من الحذرة، حذاري من الجماعة القادمون رافعين شعار نحن قادمون في هذه الانطلاقات. الموسى الموسى، ولكن عودتنا بدأت تباعد معركة، بدأت تباعد معركة لتحسم المعركة لصالحها. معركة الناموس، معركة التنافس والفوز، تروح فيها معركة، تروح فيها معركة بالناموس بالفوز في هذا الانطلاق في هذا الاندفاع. ما شاء الله على هذا الأداء. مغير بن حارب بن مغير العميمي يتقدم بوسلطان، يتقدم بوسلطان، يروح بالناموس. بن حمودة حرك، حرك بن حمودة، يقدم الذيبة. علي بن فري، علي بن فري بن حمودة بن رشيد يحرك الحذرة، ولكنك روح روح يا حارب، روح يا ناصر. الأمتار الأخيرة، الأربعمائة متر الأخيرة، روح يا من تبت روح. ختام الأشواط، ختام أشواطنا، ختام هذه الأمسية. معركة 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 معركة. حارب بن مغير العميمي تتقدم بالمركز الأول، تقدم السلامات العيناوية المسائية. تهانينا والناموس، تهانينا والناموس. مغير بن حارب بن مغير العميمي، وهذه معركة تعلن الفوز. سلام لهالي العين، سلام يا أبو سلطان، سلام على فوز معركة بالمركز الأول. المركز الثاني للذيبة لعلي بن فري بن علي بن حمود الظاهري، الحذرة لخليفة بن سلطان بن رشيد. المركز الرابع هذه من وصلت فيها لعلي بن محمد بن عبد الكتبي، والمركز الخامس مع بن خيرات هزر سهيل بن خيرات بالدود العامري. هكذا كان ختام أشواطنا، هكذا كانت الأثار الحاضرة في هذه الأمسية الجميلة. نعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام، وهذه معركة من حققت هذا التوقيت في 8 كيلومترات بتوقيت زمني مقداره 12 دقيقة 29 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لحارب بن مغير العميمي و سلاماتنا عيناوية. بينما المركز الثاني، من أتت في المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام 12 دقيقة 33 ثانية، الذيبة لعلي بن فري بن علي بن حموده الظاهري، تهانينا والناموس. الحذرة في المركز الثالث حلت في 12 دقيقة 33 ثانية وجزء واحد من الثانية، ومالكها خليفة بن سلطان بن رشيد. هكذا كانت نتيجة شوط الختام. We'll be right back.